بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله المحاضرة بتاعت النهاردة هنتكلم عن موضوع الخرسانة مسبقة الإكياد أو prestressed concrete. عايزك الأول قبل ما نبدأ الكلام في الموضوع ده عايزين نفرق بين حاجتين. في عندنا خرسانة اسمها الخرسانة مسبقة الإكياد، ودي اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة، وفي خرسانة اللي هي مسبقة الصنع اللي هي البري كاست كونكريت. يبقى في البريستريزد كونكريت وفي البري كاست كونكريت. الخرسانة مسبقة الصنع زي اللي احنا البلاطات اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضرة اللي فاتت اللي هي بتتعمل داخل المصنع، دي اسمها بري كاست كونكريت. النهاردة بقى احنا بنتكلم عن حاجة اسمها ايه، خرسانة مسبقة الإجهاد. الخرسانة المسبقة الإجهاد دي هي في الغالب بنسبة 90% هي بتتعمل برضو في المصنع، ما قليل اول ما هنعملها ايه في الموقع، هي بتتعمل في المصنع. بس الموضوع بقى ما هوش موضوع انا بعملها في المصنع ولا بعملها في الموقع، ده ما هوش فارق معايا. اللي فارق معايا هو كلمة ايه، البريستريزد، ان هي خرسانة مسبقة الاجهاد. يعني ايه؟ قبل ما هبدأ الكلام فيها تعالى الاول كده ادي لك لها شوية حالات. موضوع البريستريزد ده موضوع موجود من زمان جدا جدا، يمكن من ايام الفراعنة. من ايام الفراعنة؟ ايوه، من ايام الفراعنة. لو سيادتك رحت المتحف المصري وشفت حاجة من اللي هي العجلات الحربية القديمة، هتيجي تبص تلاقي ايه، العجلة الحربية اللي العجلة بتاعتها نفسها مصنوعة من الخشب، تمام؟ وهتيجي تبص تلاقي العجلة الخشب ديت اللي هي بتمشي عليها العربية نفسها، العجلة اللي شايلة العربية الحربية اللي بيجرها الحصانين، هتلاقي ان العجلة دي ملفوف عليها اطار من المعدن او من الحديد مطوق العجلة الخشب دي. ده كده نوع من انواع البريستريزد. ايه تاني؟ لو سيادتك برضه بصيت كده معايا وشفت العربيات اللي هي بتاعت الحنطور اللي موجودة في الأقصر وأسوان والحتت ديت، بتيجي تبص برضو بتلاقي نفس النظام لحد النهاردة، العجلة بتاعتها خشب وحواليها طوق من الحديد محطوط له. نفس النظام الخيل، الخيل نفسه، الحدوة نفسها اللي بتتعمل للخيل عشان يقدر يجري بقوة، دي برضو بريستريزد. طيب برضو ما احناش فاهمين يعني ايه بريستريزد من الكلام اللي انت قلته ده. هقول لك بمنتهى البساطة ان البريستريزد ده هو عبارة ان انا لو انا عندي element او اي عنصر انشائي هيتعرض لقوة شد مقدارها 10 طن، تمام؟ طيب انا عملت ايه قبل ما اعرضه لقوة الشد 10 طن ديت؟ رحت جاي معرضه لقوة ضغط مقدارها 10 طن. يبقى العنصر الانشائي ده هو وانا بعمله وانا ببنيه انا عملته جاهز كده في قوة ضغط مقدارها 10 طن. فسيادتك دلوقتي هتيجي تعرضه لقوة شد مقدارها 10 طن، يبقى المحصلة النهائية كام؟ يبقى المحصلة النهائية بتاعت 0. هي دي الايه؟ هي دي الفكرة. طيب عندنا البداية غير في اخر حاجة، تمام؟ نبدأ كده من هنا. الصور ديت احنا شفناها في المحاضرات اللي فاتت او في المحاضرة اللي فاتت، وديت كانت الايه، البري كاست كونكريت او الخرسانة مسبقة الصنع، ودي كان انواع من انواع البلاطات زي الشكل اللي قدامنا ده. انا في المحاضرة اللي فاتت ضحكت عليكم ما جبت لكش سيرة خالص خالص ان البلاطة دي ايه، بريستريزد. يعني ايه؟ لو انت سيادتك مركز معايا كده هتلاقي ان احنا عندنا في البلاطة كده، لو انت ركزت شايف النقط دي كده، ايه الحاجات دي؟ ده زي سيخ حديد رفيع كده، وهو بيصب البلاطة دي بيكون اثر عليه بقوة شد عالية جدا على السيخ ده. بعد كده البلاطة دي لما بتوصل لمقاومة الضغط بتاعتها
قوة الشد اللي موجودة في السيخ دي بتتحول لضغط أو قوة ضغط على البلاطة نفسها، فبتخليلي البلاطة من قبل ما أخدها وأستخدمها عليها إجهادات ضغط. بعد كده لما أجي أستخدم البلاطة ديت، البلاطة هيبقى هيجيلها بندنج مومنت أو عزوم نتيجة الأحمال اللي عليها. الأحمال دي إيه؟ هتسبب لي إجهادات شد، فهي عليها أصلا إجهادات ضغط من البداية، فبيقلل لي محصلة الإيه؟ محصلة الإجهادات اللي جاية عليها. طيب لو جينا بص دي، خد بالك بقى كده معايا وركز معايا. شايف سيادتك الفورمة دي اللي أنا علمت لك عليها؟ شايف السياخ الحديد محطوطة إزاي؟ دي السياخ الحديد أهي. لو انت خدت بالك، سيخ الحديد محطوط ومشدود وبيشده بقوة شد لا حسابات، مش اي قوة شد. بعد ما بيشد سيخ الحديد ده، طيب واحد برضو مش فاهم هيقول لي دلوقتي ايه سيخ الحديد ده جواه شد، هو ازاي هيتحول لضغط؟ هقول لك بص كده، انت سيخ الحديد ده انت شده، تمام. سيخ الحديد ده عايز يعمل ايه؟ عايز يرجع لوضعه الاصلي. فانا دلوقتي انا شادد السيخ، وبعدين حطيت الخرسانه، والخرسانه اتجمدت حوالين السيخ، طلعت الخرسانه منين؟ من الفورم. هيجي السيخ ده عايز يرجع للوضع بتاعه الاصلي، فبيضغط الخرسانه بتاعتها، الخرسانه بتاعتنا من الاول والاخر، او من بدايتها ونهايتها. ازاي برضو ممكن نكون ما احناش فاهمين الحته على حاجه؟ نشوف بقى. بص ايه حاجة زي الشكل اللي قدامنا ده. ايه الشكل اللي قدامنا ده؟ الشكل ده كده عبارة عن كاميرا بيم كبيرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب هتيجي تبص هتلاقي في عندك حديد موجود جوه الكاميرا اهو، حديد تسليح عادي جدا زي اي حديد في اي كاميرا، مفيش مشكلة. طيب ايه بقى البتاع الكبير اللي موجود جوه الكاميرا ده؟ ايه ده؟ ده يا سيدي كيبل، او بيسموه تندون. ده عبارة عن بايب كده، زي بايب. البايب دي معدي من جواها وايرز، او مجموعة من الوايرز زي ما انت شايف هنا كده. طيب الناس دي بتعمل ايه بقى؟ بص كده، ثبت الواير في الكاميرا بالشكل ده، وهقول لك هي بتتثبت بالشكل ده ليه. المهم بعد كده هيبدأ ايه؟ يصب الخرسانة على الكاميرا دي. طيب تمام. بعد ما هيصب الخرسانة هيعمل ايه؟ هيستنى شوية على ما الخرسانة دي توصل للمقاومة بتاعتها النهائية. طيب بعد ما توصل المقاومة النهائية، هيجيب جهاز، والجهاز ده هيبدأ يشد الكيبلز دي من هنا، من الأطراف دي. طب هي من الطرف التاني، من الجهة التانية، ايه اللي حاصل فيها؟ هي مثبتة من الجهة التانية. هيبدأ هو يشد من هنا لحد ما هيوصل لقوة شد معينة، وبعدين يربط من عند النقطة دي كده. كده الكابل ايه؟ اتربط عليه، وبقى جواه قوة ايه؟ قوة شد. قوة الشد اللي جوه الكابل دي هتضغط او هتعمل قوة ضغط في بداية الكاميرا ونهاية الكاميرا. يبقى الكاميرا بتاعتي دي عليها ايه؟ عليها اجهادات ضغط. فهمنا الفكرة جاية ازاي؟ طيب الحاجة التانية، طب هو الكابل بيحطه جوه الكاميرا ازاي؟ قال لك بص، في مبدأ اساسي كده سيادتك هتبقى تعرفه قدام لو انت ربنا كرمك ودرست موضوع البريستريس دو كونكريت. شكل الكابل دايما بياخد شكل المومنت اللي الكاميرا، او المومنت اللي هيحصل للكاميرا نتيجة الاحمال اللي جاية عليه. ده هو الايه الفكرة، يعني لو الكاميرا هيجي عليها بندنج مومنت شكله بارابولا، فبنحط الكابل جوه الكاميرا ياخد تقريبا شكل الايه؟ شكل البارابولا. والحاجات دي كلها بيبقى لها حسابات، يعني بالظبط بتبقى حاسب الكابل هيمشي ازاي وشكله عامل ازاي. انت في مادة انت المفروض ايه، بس هي مقرر تخصصي انت في الغالب ممكن تدرسه او ما تدرسوش، اسمه البريستريسد كونكريت. يمكن هو ما بي يمكن ما بيتدرسش عندنا في القسم، بس في كلام ان احنا ان شاء الله في خلال ممكن السنة الجاية السنة اللي بعدها اما تيجي سيادتك كده تبقى في بكالوريوس، ان هو هيكون بيتدرس. لان طبعا البريستريسد كونكريت دي موجودة، وموجودة بانتشار جدا، بالذات كل كمر الكباري اللي سيادتك بتشوفه اغلبه معمول بنفس السيستم ده، بنفس نظام الايه؟ البريستريز ده. عشان كده احنا قلنا نديلك فكره عن السيستم بتاع البريستريز ده
عشان سيادتك يبقى عندك فكره ايه هو، لان عيب ان سيادتك تكون مهندس وما تعرفش ايه الموضوع ده، لان وارد جدا ان انت هتتخرج من الكليه من الجامعه وسيادتك الموضوع ده ما مرش عليك خالص. بس بعد ما هتتخرج هتنزل جوه موقع هتلاقي قدامك الحاجات دي بتتعمل، هتيجي تبص تلاقي سيادتك واقف ما انتش فاهم ايه ده. انا كل اللي انا عايزه منك انك سيادتك تبقى فاهم ايه هو الموضوع ده، عندك فكره عنه. طيب ده طبعا اهو زي ما قلت لك كده بيبداوا هنا يعمل عمليه شد الكابل وبيشد ويربط هنا ايه اللي موجوده الكبيره دي، حاجه زي صاموله كده بتقفل على الكابل عشان تحافظ على قوه الشد ايه جواه. قوه الشد اللي موجوده داخل الكابل بتتحول عندي ل نتيجه اللي هي الصامولة الكبيرة اللي قافلة من الطرف ده ومن الطرف التاني، بتعمل عملية ضغط في البداية والايه والنهاية. ده شكل الكاميرا اهوت، كمر الكباري بيبقى بالمنظر ده كده، حاجات زي ما انت شايف ده كله كده متعرض لإجهادات ايه، لإجهادات مسبقة. يعني الكاميرا وهي لسه محطوطة على الأرض كده الكاميرا دي فيها ايه، فيها إجهادات ضغط مسبقة عليها. بعد كده الكاميرا لما هتيجي تستخدمها هيجي لها اجهادات ايه، اجهادات شد، وهنعرف ده كله فايدته ايه وميزته ايه مع بعض اما هنقرا النظري. ده بعض اشكال الكيبلز اللي بتستخدم، بس دي بتستخدم في حالة البلاطات. هو حتى البلاطات كمان بتتعمل بالنظام ده. ايوه ده لما بحتاج ان انا اعمل بلاطة كبيرة الاسبان بتاعها كبير وعايز السيكنس بتاعها يطلع صغير وعايز الحديد اللي فيها يكون حديد قليل، بنستخدم النوع ده من الكيبلز بتتحط جوه الايه جوه البلاطه. طب ايه اللي بايه اللون الاخضر ده سيادتك؟ اللون الاخضر ده عباره عن بايب بلاستيك. طيب الكابل فين؟ الكابل جواها جوه البايب دي، والكابل بيبقى فيه طبقه من الشحم بينه وبين البايب البلاستيك دي عشان اقدر اشد الكابل عادي ويتحرك جوه الايه جوه البايب البلاستيك دي من غير ما يحصل اي ايه اي احتكاك. طب بتستخدم ازاي؟ الصور اللي جايه دي كده، ده سقف قدامنا اهوت، في حديد بيبقى محطوط مينيمم ستيل، حديد بسيط جدا، وبيجي في المناطق اللي هي هيبقى فيها اجهادات عاليه سواء موجبه او سالبه، زي مثلا منطقه اتصال الكاميرا مع البلاطه مع العمود، المنطقه دي وبقى في تركيز للكيبلز من هنا كده. طيب بعد كده كده سيادتك هتتيجي في الاخر من هنا كده وهتتشد وتتربط بالمنظر اللي سيادتك شايفه ده كده، برضو هربط بصامولة بعد ما بشد الايه بعد ما بشد الكابل، او ممكن نكون بنشد سيخ الحديد ايه نفسه، حاجات بالمنظر اللي سيادتك هيطلع لي في الاخر بلاطة مسبقة الايه الاجهاد، او نقدر نقول بريستريزد سلاب. كل اللي انا بعمله فيها ان انا بشد الكابل، وبعد كده الكابل ده لما هربطه هيولد قوة ضغط على الالمنت ايه على الالمنت بتاعي. ده طبعا ده الاشكال بتاعتها هيت. طبعا اللي باين قدامك سيادتك ده كده ده بايب بلاستيك، الكابل موجود جواها وفي طبقة شحم بين الكابل وبين البايب دي عشان لما اشد الكابل اللي هو المعدن او الميتال هيتشد معايا بدون ما يحصل احتكاك بينه وبين مين وبين البايب البلاستيك اللي موجود عندنا فين في المنطقة دي. دي اشكال للايه لكم